بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة هي تمثل الجزء الثاني من الديزاين أوف بريك لتصميم المكبح. نأخذ المكبح اللي هو من النوع المزدوج كتل الاحتكاك وما يسمى دبل بلوك أو شو بريك. نأخذ إنترودكشن وأن سينجل بلوك بريك يعني مكبح ذو كتلة احتكاك واحدة is applied to a rolling wheel لعجلة دوارة اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة اللي هو كان مكبح فقط بكتلة احتكاك واحدة. And additional load حمل إضافي is thrown on the shaft bearing على محامل العمود الدوار. يعني إحنا إذا استخدمنا المكبح اللي هو ذو كتلة احتكاك واحدة كان تأثير قوة الضغط اللي هو قوة الضغط من الكتلة الاحتكاك على جزء دوار العمود شيء يؤدي إلى توليد حمل إضافي يكون على محامل العمود الدوار يعني البيرنج. Due to the normal force نتيجة لقوة رد الفعل العمودية. This produces bending of the shaft هذه يؤدي لمن إلى انحناء لهذا العمود. In order to overcome this drawback يعني الغرض معالجة هذا الخلل التصميمي a double block or shoe break يعني مكبح مزدوج كتلة الاحتكاك is used as shown in figure. تلاحظ بعض الشكل اللي عندك تلاحظ هذا الشكل اللي عندنا. احنا اخذنا بالمحاضرة السابقة فقط جزء واحد يعني عندي عتل هذه التركيبة وعندي كتلة احتكاك وجزء دوار، لكن لغرض معالجة هذا الخلل اللي ذكرناه وعدم توليد قوة انحناء إضافية على العمود الدوار والبيننج المحامل اللي تحمل هذا العمود يتم وضع تركيبة أخرى مشابهة للجزء الأول. هاي تمثل كتلة الاحتكاك الثانية. إذا هذا أصبح هو المكبح ذو كتلة الاحتكاك المزدوجة. The break is set يعني يتم ضبط هذا المكبح by a spring nabob. هنا يتم وضع عملية نابض which pulls يسحب the upper end of the brake arm together. تلاحظ هذا النابض اللي موضوع عنده هنا. هذا يؤدي الى توليد قوة الضغط. هذه قوة الضغط تضغط لي عليه من على هذه التركيبة ونتيجة الارتباط هذه التركيبة عندك بالجزء الثاني هذه العتلة الليفل راح يؤدي من الى ضغط كل الكتلتين هذه مال الاحتكاك على العمود الدوار. هذه حالة بحالة انه انا فقط ما فاصل المكبح يعني المكبح انا ما مسلط القوة فيه يعني القوة هنا انا ما مسلطها. اذا عندك هنا السبرينج راح يؤدي لي قوة ضغط على هذا عندك العتلة الليفل تنقل من الى العتلة الثانية ويؤدي من الى ضغط وايقاف الحركة الدورانية لهذا الرولر. لكن اذا انا سلطت هذه القوة اللي هنا عندك بهذا المفصل هذا الشيء يؤدي من الى تقليل الضغط نتيجة للنابض ويؤدي من إلى إطلاق العمود الدوار وبدء الحركة الدورانية للعمود الدوار. إذا أنا ما مسلط القوة اللي هنا على هذه العتلة العمود الدوار متوقف. ليش؟ لأنه عندك هنا يكون كتل الاحتكاك على تماس مباشر مع سطح العمود الدوار من الجهتين. إذا سلطت القوة البي راح تخفف له الضغط الناتج عن السبرينج مما يؤدي من إلى إطلاق الحركة الدورانية لهذا عندك الروتور أو الجزء الدوار. إذا هنا دبل بلوك بريك ذا بريكينج أكشن إز دبل يتم مضاعفة تأثير الاحتكاك. ليش؟ لأن أنا مستخدم كتلتين احتكاك مكان كتلة واحدة. By the use of the two blocks and the two blocks may be operated particularly by the same force which operates one. يعني معناته أنه أنا استخدمت هنا فقط نابض واحد هذا النابض سلط لي قوة الضغط انتقلت لي من العتلة الأولى إلى العتلة الثانية وبالتالي ولدت قوة الضغط من الجهتين على الروتر وتم إيقاف الحركة الدورانية لهذا الروتر. نجي إلى الريليشن يوزد ما هي العلاقات اللي مستخدمينها. أول شيء البريكنج تورك عزم الكبح شلون أطلع عزم الكبح البريكنج تورك عزم الكبح هنا راح يكون هو عبارة عن ال FT1 زائد ال F للT2 في الR. لو اجينا مثلا لهذا الشكل تلاحظ هذا الشكل هو عبارة عن مكبح مزدوج هذه تمثل هي العتلة الأولى اللي ظل الأولى اللي هي عليها كتلة بلوك 1 هاي كتلة احتكاك أولى. العتلة الثانية مناظرة لها بالشكل
من الجهة المعاكسة، وهذه كتلة الاحتكاك الثانية. بما أنه عزم الاحتكاك أو عزم الكبح هو ناتج عن من؟ عن تأثير قوة الاحتكاك، فقوة الاحتكاك راح نرمز لها بالرمز على الكتلة الأولى، راح نرمز لها الاف للتيوان، يعني الاف نتيجة لعندك هنا الاحتكاك ما بين الكتلة الأولى وسطح الروتر، تتولد لقوة الاحتكاك ورد فعل عمودي مقداره الار ان 1. نفس الشيء الى الكتلة الثانية، الكتلة الثانية تتولد لقوة الاحتكاك ايضا الاف للتي 2 وقوة رد الفعل العمودية الار ان 2. زاوية التماس ما بين البلوك الاولى يعني كتلة الاحتكاك الاولى راح ننزلها 2 تيتا، وايضا نفس الزاوية هي موجودة وين؟ مع كتلة الاحتكاك الثانية ومع الروتور، هي ايضا ننزلها 2 تيتا. هذه الاس هي تمثل قوة النابض، يعني قوة الضغط الناتج عن من؟ عن النابض. احنا ذكرنا بانه النابض يضغط بقوة الضغط، هاي قوة الضغط مقدارها الاس من سبرينج، سميناها سبرينج فورس. الابعاد الاخرى اللي عندي، الابعاد الاخرى عندي الاي والبي والسي، هاي تمثل هي الابعاد التصميمية المن للعتلات المستخدمة بهذا، عندك الدبل اكشنز او الدبل بلوك عندك بريك. اذا عزم الكبح راح يتضاعف، تلاحظ هنا ضاعف عزم الكبح، انضافت لي قوة ثانية فاصبحت اف تي 1 زائدا الاف للتي 2، معناها القوتين هنا يجمعا مضروبات في نقطة القطن، يعني عندنا العزم هو عبارة عن القوة في ذراعها، القوة الأولى الاف للتي 1 والقوة الثانية للاف للتي 2 مضروبة في نصف القطر للروتر. هاي المعادلة الأولى. الآن لو أخذنا مجموع العزوم، يعني sum of moments about volcrum O1، لو أخذنا العزم حول المفصل هذا الـ O1، إيش راح نجد؟ كم قوة عندي نار تصير؟ أول شيء عندي القوة مالت النابض هذه الـ S، الذراع مالته هو عبارة عن الـ A إلى الـ B، يعني A زائدا B، هذا الطول كله. زين. تدوير مالته وين؟ باتجاه عكس عقرب الساعة، عكس عقرب الساعة. نجي لمن؟ إلى القوة الثانية الـ RN1، الـ RN1 الذراع مالته هو عبارة عن المسافة من خط التأثير العمودية المن إلى المفصل، ويساوي لك الـ B. إذا الـ RN1 في الـ B، والتدوير مالته أيضا هنا يكون مع عقرب الساعة، مع عقرب الساعة. الـ FT1 قوة الاحتكاك أو قوة الكبح، الـ FT1 الذراع مالته هو شلون أحسبه هذه؟ أنا عندي هاي المسافة الـ T، لكن انا عندي المسافه منها المن الى هذه عندك الاو، فاني عندي كل المسافه من هذه النقطه الى السنتر ماس الروتر هو عباره عن الار نص القطر، فنص القطر اطرح من عند المسافه سي، راح تبقى لي هاي المسافه المتبقيه اللي هي من الاو 1 الى خط التاثير مال الاف سي، اذا راح اقول هي عباره عن الار ناقصا السي، فتساوي لي مقدار الذراع. لو اجيت جمعت هاي العزوم، عندي العزم الاول وعندي عزمين معاكسات اللي هي الـ RN1 والـ FT1، راح تطلع لي هاي المعادلة. العزم الأول هو عبارة عن الـ S مقدار بأن الذراع الـ A زائد الـ D، والعزوم المعاكسة إليه هي عبارة عن الـ RN1 في ذراعها الـ B زائد الـ F للـ T1 في مقدار الـ R ناقصا الـ C. هاي المعادلة رقم 2. أيضا لو أخذت العزم حول المركز الثاني اللي هو الـ O2، هذه الـ O للـ 2، أيضا عندي راح تكون القوة الـ S، وعندي القوة الـ F للـ T2، وعندي الـ RN2. هنا فقط الاختلاف وين؟ قوة الـ S هنا راح تدور مع عقرب الساعة، الذراع مالته هو أيضا A زائد الـ B، الـ S للـ T أيضا راح تدور مع اتجاه عقرب الساعة، فإذا راح تنجمع مع الـ S، هنا كانت تنطرح، هنا لا راح تنجمع، يعني دورا بنفس الاتجاه، والـ RN راح تكون معاكسة لهم. لو خلينا المعادلة رقم 3 راح تصير الـ S في الـ A زائد الـ B زائدا الـ F للـ T2، لأن الـ F للـ T2 قلنا مع راح تدور باتجاه الـ S، الـ R ناقص الـ T ويعاكسها الـ RN2 في مقدار الـ B. واحنا ذكرنا الـ F للـ T1 تمثل قوة الكبح الأولى اللي هي من البلوك الأولى أو قوة الاحتكاك، والـ F للـ T2 تمثل قوة الكبح الثانية أو قوة الاحتكاك على البلوك وسطح الروتر. الـ R قلنا نص القطر. الـ A والـ B والـ C تمثل لي الأبعاد لهذه الـ Levels أو العتلات المستخدمة. الـ RN1 والـ RN2 تمثل ردود الأفعال، يعني قوة رد الفعل العمودية على السطح نتيجة للاحتكاك وقوة الضغط. الـ S تمثل قوة الضغط الناتجة عن من؟ عن السبرينج. هاي المعادلات الثلاثة. الآن
أنا ممكن أنه أستبدل الـ Rn1 بالمعادلة رقم 2 والـ Rn2 بالمعادلة رقم 3 من العلاقات ما بين قوة الاحتكاك ومعامل الاحتكاك. تلاحظ قوة الاحتكاك الأولى هي عبارة عن معامل الاحتكاك في قوة رد الفعل العمودية، من عندها راح أطلع الـ Rn1 هي عبارة عن قوة الاحتكاك على معامل الاحتكاك. زين، وأيضا قوة الاحتكاك الثانية أو قوة الكبح الثانية هي عبارة عن الميون في مقدار الـ Rn2، ومن عندها راح أطلع الـ Rn2 عبارة عن الـ F للـC2 على الميون. إحنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة أنه إذا كانت زاوية التماس يعني 2 ثيتا، زاوية عندك التماس ما بين البلوك وما بين الروتور أكبر من 60 درجة، فأستخدم معامل الاحتكاك المكافئ اللي يمثل coefficient equivalent coefficient of friction، واللي يساوي لأربعة لميو في ساين في ثيتا على 2 ثيتا في ساين 2 ثيتا. واحنا ذكرنا دائما بأنه إذا كانت الزاوية بدلالة الساين تستخدمها بدرجات، وإذا الزاوية بدون الساين أو الكوساين أو دوال مثل الذي استخدمها بمن بالرجال. هاي عندك الميو داش استخدمها فقط في حالة إذا كانت يعني كتل الاحتكاك هي مو بالكبر الكبير، يعني بأنه ما تغطي مساحة من محيط عندك الروتر كبير، يعني 2 ثيتا أصغر من 60 درجة. نيجي ناخذ example 1 a double shoe break as shown in figure. تلاحظ هذا عندك مطيق هنا أنا break هنا ثنائي كتل للاحتكاك الابعاد مالتها مطيق اياها هي 250 وهنا عندك 200 وهذا قيمتها 40. هذا عندك المرتكز الاول الـ O1 وهذا المرتكز الثاني الـ O2. قيم الاحتكاك عندك الـ F للـT1 والـ Rn1، وعندك الاحتكاك الثاني FT2 ورد الفعل Rn2. مقدار الزاوية المطيكية زاوية التماس هي 2 ثيتا مقدارها 100. As shown in the figure is capable of absorbing torque. إذن هنا يمتص مقدار عزم كبح يعني تيو بريك absorbing torque 1400 نيوتن متر. The diameter of the brake drum يعني القطر لعجلة عندك هنا الدوارة is 350 ملم. من عندها راح اطلع الـ R اقسمها على 2. On the angles of the contact وزاوية التماس for each shoe يعني كل جزئين من هذا الكتل الاحتكاك او يسمونها الاحذية الاحتكاك is 100 درجة. اذا هاي 2 ثيتا 100 درجة، ونلاحظ انه 2 ثيتا هي اكبر من 60 درجة، اذا راح انا استخدم اعتيادي معامل الاحتكاك المكافئ. If the coefficients of frictions between the brake drum and the leaning وبطانة الاحتكاك بين المطيكية 0.4، إذن مقدار معامل الاحتكاك ما بين كتلة الاحتكاك وما بين سطح الروتر هو 0.4 الميو. Find أولا the spring force مقدار قوة الضغط للنابض اللي هي spring force necessary to take the brake اللي تحقق لي عندك هنا الكبح. ثانيا دوت يعني مثل العمق of the brake shoes. If the bearing pressure إذا كان ضغط عندك الإسناد of the leaning material لمادة الاحتكاك أو بطانة الاحتكاك is not exist 0.3 نيوتن على ملمتر تربيع. تلاحظ المطلب الأول إذا يريد من عندك قيمة الأس هذه تمثل قوة الشد الموجودة عندك يريدها. ثانيا المطلب الثاني يريد الدب يعني تمثل الوث او الدب يمثل العمق المن اللي عندك الكتل الاحتكاك. احنا مثل ما نعرف هذا هو 2 دايمنشن عندك الرسم، اذا رسمت 3 دايمنشن اذا راح شو يتحقق لك؟ يتحقق لك انه لكل بطانه احتكاك اكيد لها سمك معين، يعني هاي بطانه الاحتكاك الوحده اعتيادي الى شكو اكو سمك معين، وهذا السمك راح اسميه عندك هنا دي السمك مالتها، يعني لو كملت كانه رسم 3 دي لاحظ فكأنه هاي تمثل هي بطانة الاحتكاك، فالسمك مالتها وجد هو مقداره الدي. زين هذا يريد من عندك. الآن نجي إلى solution الحل. الجيفن المطينية التي بريك يعني معناته عزم الكبح 1400 نيوتن متر راح حوله 1400 في 10 أس 3 يصير نيوتن مليمتر. ليش؟ إن عندي الأبعاد البقية كلها بيش بالمليمتر مطيك إياها فحتى يصير تجانس الأبعاد. القطر الدي هنا القطر الدي نقصد به القطر مال من مال الروتر مطيك اياه 350 ملم، والار من عنده يساوي لي 175 ملم. التو ثيتا مطيك اياها 100
واعوض هنا بالراديا راح تساوي 100 اضربها في باي واقسمها على 180 راح تساوي لي 1.75 راديان. الميو يساوي 0.4. ضغط الاسناد اللي هو البريشر بيرنج بريشر معطيك اياه 0.3 نيوتن على مليمتر مربع. انتبه للوحدات التو ثيتا اذا هي اكثر من 100 يعني ال 100 اكثر من 60 درجه اذا راح استخدم الميو داش اللي هو معامل الاحتكاك المكافئ فاعوضه 4 في الميو في ساين ثيتا على 2 ثيتا زائد ساين 2 ثيتا ومن عندها راح اطلع 0.45 هذه مثل معامل الاحتكاك المكافئ. الان استخدم المعادله رقم 2 اللي وجدناها هي عباره عن بياخذ العزوم طبعا حول المحور ال O1 فراح يكون ال S في ال A زائد ال B يساوي ال RN1 في B زائدا اذا راح شو يكون عباره عن قيمه ال S في مقدار ال A زائد ال B ال RN1 في مضروب في ال B زائدا ال F لل T1 في مقدار ال R ناقص في R فقط مجرد اعوض القيم اللي عندي وايضا استبدل ال R11 شلون سوينا عندك في الاشتقاقات الدقه ال RN1 راح اعوضها بمقدار ال F لل T على الميو هنا الميو اللي استخدمه هو ميو داش اذا راح تصير معادله رقم 2 هي عباره عن ال S لل A زائد ال B F لل T1 على الميو داش في ال B زائد ال F لل T1 في ال R ناقص T انا عندي ال A قيمتها 250 البي قيمتها 200 والسي قيمتها 40 اعوض القيم اللي عندك فراح تطلع لي هذه المعادله من عندها هنا أنا هاي المعادله عندي مجهولين مجهول قوه السبرينج اللي هو الاس ومجهول ايضا قوه الاحتكاك وقوه الكبح الاف للتي 1 فراح اطلع الاف للتي 1 يعني قوه الكبح هي بدلاله قوه السبرينج فراح تصير من هاي المعادله ارتبها اف للتي 1 تساوي للاس في مقدار هذا المقدار وتساوي 0.776 في مقدار قيمة ناب اذا وش جديد وجد بانه قوة الكبح الاولى وقوة الاحتكاك الاولى هي بدلالة قوة النابض يعني قوة ضغط النابض 0.776 في قيمة الاس الان نفس الشيء استخدم المعادلة رقم 3 يعني اخذ العزم حول نقطة الاو وايضا استبدل عندك هنا ال RN2 بمقدار ال F لل T2 على الميو داش اعوض القيم ال A وال B وال C واوجد ال F لل T2 بدلالة ال S راح تطلع لي 1.454 زين الان مطيني بالسؤال مطيني عزم الكبح قيمته معلومة ال F لل T1 وال F لل T2 من هاي المعادلة راح استبدلهم بالقيم اللي وجدتها يعني كلها تصير بدلالة ال S يعني هاي المعادلة رقم 1 مكان مصير ال F لل T1 وال F لل T2 كلها راح تصير بدلالة قوة النابض ال S فراح اعوضهن عن ال F لل T1 0.776 من ال S واعوض ال F لل T2 1.454 من ال S فتصير عندي هاي المعادلة ومن عندها راح اطلع قوة النابض وتساوي لي 3587 نيوتن هذا هو المطلب الاول الان المطلب الثاني نجي الى مقدار العمق يعني او السمك اللي عندي او العرض لمقدار البريك شوز راح نرمز له بالرمز دي الويت او ذا بريك بلوك بروجكتد بيرنج اريا الان نجي الى مساحه المقطع احنا مثل ما نعرف الكتل الاحتكاكيه بالحقيقه السطح مالتها مائل ليش؟ لانه تاخذ نفس الانحناء يعني السطح مالتها يكون مائل بهالشكل زين فالعمق مالها يعني متر ترسمه انت راح يطلع كانه بهالشكل يعني سطح مائل اوكي سطح مائل زين بهالحاله شلون انا استخدم راح ناخذ كانه مسقط هذا المسقط من اباوه عليه البروجكشن راح يكون عباره عن شكل مستطيل عباره عن شكل مستطيل يعني بهالشكل هذا المستطيل الابعاد مالته هذا الدي اللي هو المجهول العرض وهذا عندك المقدار هذا القوس يعني هذا القوس اللي عندي اللي هنا أنا راح استبدله بمقدار قيمه، القيمه مالتها شكل مقدارها هي عباره عن يعني كانه الزاويه هي مقسومه قسمين كل من عندها هي 2 ثيتا هاي ثيتا وهذه ايضا ثيتا بها الزاويه، يعني المسقط مالتها هاي ثيتا وهاي ثيتا. زين اذا اني مثلا عندي زاويه هذه زاويه واريد اطلع هذا المقابل الها مثلا شلون اطلعه؟ انا عندي هاي ثيتا. لاحظ هذه ثيتا. وهذا عندك الار اللي هو نقطة القطر. شلون اطلعه؟ فراح شو اقول؟ اقول عندك هنا هذا المقابل هو باعتبار الساين.
مقابل باعتبار الساين. إذا راح يكون هو عبارة عن الآر مضروب بمن؟ مضروب في ساين الزاوية، مضروب في ساين، أوكي، اللي هو عندك هنا ساين الثيتا، صحيح؟ هذه يعني مقابل لها، مقابل الزاوية، فراح أقول عبارة عن الآر في ساين ثيتا. زين إذا أنا عندي زاويتين، إذا معناتها القوس الكلي اللي أريده هذا القوس، يعني كأنه الزاوية هي موجودة هنا عندك، هاي القوس كلها 2 ثيتا كأنه عندك، هاي كلها 2 ثيتا، شلون أطلعها؟ فراح أقول هذه تنضرب في 2، ليش؟ يعني عندي زاويتين معناتها أكو قوسين راح أطلعها أنت، فراح أقول 2 الآر في ساين ثيتا. زين، إذا شو جدت؟ جدت بين هذا الطول كأنه المسقط مالته هو عبارة عن 2 من الآر، يعني قلنا في 2 في ساين الزاوية، في ساين عندك الثيتا، في ساين قيمة الثيتا، أوكي؟ إذا صار عندي صارت عندي كأنه مستطيل أبعاده هو عبارة عن 2 آر ساين ثيتا مضروب في الدي، إذا هاي أصبحت هي هذه المساحة اللي موجودة عندك في هذه المعادلة. أعوضها الآن، عندي آني الثيتا وعندي الآر، وأطلع فقط هنا يكون الأي بدلالة الدي، إذا أصبحت هي 268 بدلالة الدي من المثل التربيعي، إذا لازم آني أوجد فد معادلة أخرى أطلع من عندها البعد اللي هو دي المجهول. أنا إيش عندي؟ عندي الـ RN1 يعني قوة الضغط العمودية، قوة الضغط العمودية شو تساوي؟ اللي هي عبارة عن الـ F للـ T1 على الـ ميو داش. من عندها راح أحسبها الـ F للـ T1 تساوي اللي هي 0.776 في الـ S على 0.45، هاي منين طلعتها؟ من الاشتقاق السابق اللي أخذنا العزوم حول الـ O1 طلعنا الـ F للـ T1 بدلالة الـ S. زين الـ S أنا طلعتها قيمتها، هي حسبتها قيمتها هي 3587، أعوضها بالمعادلة راح تطلع على قيمة الـ RN1، صارت معلومة. زين الآن RN1 هي عبارة عن الـ F للـ T على الـ ميو داش، مو؟ يعني وجدت رد الفعل اللي عندك العمود الثاني، أيضا عوضت قوة الاحتكاك الثانية، فأصبحت المعادلة شو تساوي لي؟ هنا عندك الـ RN1 عبارة عن 11590 نيوتن. زين أنا ليش طلعت رد الفعل الثاني؟ حتى أقارن منو أعلى قوة رد فعل، يعني منو أعلى قوة ضغط، اللي هي الـ RN1 أو الـ RN2، لأن أنا عندي بالتصميم أطلق على أو أصمم على مقدار قوة الضغط الأعلى. فتلاحظ قوة الضغط الأولى الـ RN1 هي طلعت لي ايش قد 6186 نيوتن، بينما القوة الضغط الثانية اللي هي نتيجة للاحتكاك على الجزء الثاني 11590، هاي قوة كبيرة مقارنة بالأولى، وراح أصمم على أساسها. إذا راح أقول أنا عندي ضغط الاحتكاك أو الضغط الناتج عن الـ عندك ما بين قوة الاحتكاك شو يساوي لي، يعني البرجر بين البرجر وضغط الإسناد هو عبارة عن القوة على المساحة، فالقوة راح أخذها هي عبارة عن قوة رد الفعل الثاني على المساحة. فعوض البوينت 3 مطيني اياه بالسؤال، هذا الضغط يساوي للقوة اللي طلعتها 11590 على مقدار المساحة، مساحة الضغط انا وجدتها بدلالة الدي، اذا من هاي المعادلة فقط الدي هو المجهول العمق اللي عندك او السمك، هو يساوي ل 144.2 ملي متر. ناخذ اكزامبل 2، اكزامبل 2. A spring closed thruster operating double shoe brake. إذن عبارة عن هنا عندك thruster، هذا عبارة عن كأنه جهاز كهربائي، هذا الكهربائي فقط وظيفته أنه يسلط لي قوة ضغط وين؟ على هذه العتلة عند التشغيل، يسلط القوة الضغط هذه العتلة، الغرض من عنده هو فصل الكبح، يعني كأنه سلط القوة الفي هنا على العتلة. Is to be designed. إذن المطلوب من عنده هو تصميم هذا عندك البريك for a maximum torque capacity، صممه لعزم كبح أعلى عزم كبح يتحمل يعني TP يساوي 3000 نيوتن متر. The brake drum diameter، القطر للبريك درام is not exact 1 متر، هذا القطر الدي للعجلة الدوارة من عندها راح أطلع نص القطر. And the shoes are to be lined with Firodo having a coefficient of friction. إذا أنا مقدار بطانة الاحتكاك المستخدمة استخدمة من النوع الفيرودو having coefficient معامل احتكاك إلها هي 0.3. The other dimensions are shown in figure.
تلاحظ بقية الأبعاد هي موضوع عندك بشكل المطلوب من عندك find the spring force نفس المطلب السابق بالسؤال القبلة اللي هو الاس فراح ناخذ نفس طريقة الحل. المطلب الثاني اللي نضاف عندنا calculate the force P أريد مقدار قوة الضغط الفي required المطلوبة to exerted by the thruster to release the brake يعني مقدار القوة راح يسلطها هذا الثروستر. لاحظ وين يسلطها على هاي العتلة حتى عملية فصل الكبح والسماح للروتر بيمن بالدوران. إذا المطلب الأول راح نتبع نفس الخطوات اللي سويناها بالسؤال اللي عندنا. طبعا الأبعاد منطيك إياها هذه تلاحظ 650 و 600 كأنه الـ A والـ B. ال 250 هنا عندي تمثل هي قيمة السي وعندك القطر منطيك إياه هنا أنا 1000 ملم راح أطلع من مقدار نص القطر اللي عندك. الآن إذا التي عندك البريك هو 3000 نيوتن متر ويساوي 3 × 10^6 نيوتن مليمتر. الدي 1 متر من عند الآر هو 0.5 متر ويساوي 500 مليمتر. الميو هو 0.3، التو ثيتا 70 وهي أكبر من 60 درجة، إذا راح أستخدم معامل احتكاك المكافئ. أحول التو ثيتا إلى الراديان 70 أضربه في باي وأقسمه على 180 طلعت لي 1.22 راديان. استخدم معامل احتكاك المكافئ يطلع لي 0.32 واخذ العزوم حول المحور الاو 1 اي معادل رقم 2 اللي عندنا وراح اطلع ايضا استبدل الار 1 في مقدار الاف تي على ميو داش ومن عندها راح اطلع الاف للتي 1 بدلاله الاف. اطبق نفس الخطوات اللي استخدمتها يعني معادل رقم 3 وراح اطلع الاف للتي 2 بدلاله الاف اعوضها في معادله العزم الكبح اللي منطيني قيمته فاطلع واستبدل الاف للتي 1 والاف للتي 2 بما يكافيها بدلاله الاف فاطلع قيمه الاف تساوي ل 4412 نيوتن. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني ناخذ التيكينج مومنت اباوت ذا فولكرام اوف ذا ليفل او. تلاحظ هنا حتى اطلع هذه القوه البي، هاي القوه البي منين ناتجه؟ ناتجه من الثروستر هذا عندك الجهاز المستخدم لعمليه تسليط القوه، هذه القوه اذا سلطت البي راح تاثر لي على من؟ تحرك لي هذه العتله وتؤدي لي من؟ الى عمليه تقليل هذا الضغط الناتج من عن السبرينج، من يقل الضغط الناتج عن السبرينج راح يؤدي لمن؟ الى اطلاق الروتر وعمليه السماح بالدوران وفك يعني مع عمليه الكبح. اذا راح اخذ العزم وين؟ حول نقطة الاو. راح اخذ العزم حول نقطة الاو، هذه نقطة الاو اللي عندك، راح اخذ العزم حولها. واطلع مقدار قيمة البي. لو اخذنا العزم راح اساوي لك هنا البي في 500، تلاحظ هذه القوة البي في ذراع قد هو مقداره المسافة هي 500، لأن احنا قلنا العزم هو عبارة عن قوة في ذراعها، والقوة هذه خط تأثيرها، والمسافة العمودية هي تمثل 500، إذا أصبحت البي 500. زائدا ال RN1 في 650 هذه ال RN1 هذه ال RN1 في مسافه اللي عندك ايش قد هي المسافه اللي عندك نحسبها ايش قد هي هذه تمثل هي كانه خط التاثير ال R1 الى هنا المسافه كلها ايش قد هي 650 يتمثل كانه قيمه ال A ويساوي اذا عندي هذه العزم الاول تلاحظ ال RN1 وال P تساوي لك العزم الثاني يساوي لك الـ F للـ T1 هذه هي الـ F للـ T1 في المسافة اللي عندي هي عبارة عن 500 ناقصا الـ 250 500 ناقصا 250 ليش؟ لأن أنا إيش عندي؟ عندي كلها نص القطر منا لهنا هو عبارة عن 500 نص القطر هو 500 لأن القطر مطيني إياه 1000 فنص القطر هو 500 من أطرح منا هاي المسافة الجوة اللي يتمثل الـ T 250 راح تبقى لي؟ تبقى لي المسافة اللي هي باعتبار كأنه الـ O1 والـ O على استقامة واحدة، فالمسافة هي نفس المسافة اللي هنا من خط التأثير، فراح أقول مقدار 500 وأطرح 250 راح تبقى لي هاي المسافة، فأطلع لك مقدار 500 ناقص 250، نجي للـ F للـ T للـ 2، هذه الـ F للـ T للـ 2 راح تأثر لي بمقدار المسافة اللي عندي هي مقدارها 500 زائدا الـ 250. لان يعني عندي كل نص القطر هو 500 اضيف للمسافه هذه اللي عندي هي 250 فراح تصير المسافه كلها 500 زائدا ال 250 زائدا ال ار ان 2 هذه ال ار ان 2 في المسافه ايضا هي مسافه 650 هي نفس المسافه اللي عندك. اذا وجدت ثاني توازن العزوم حول من؟ حول الاو، وطبعا هنا أنا اخذ بنظر الاعتبار بانه القوه اللي تدور بنفس الاتجاه اجمعها سويه واللي تدور بعكس الاتجاه تكون بالطرف الثاني من المعادله.
الآن أنا وجدت بأنه الاف للتي 1 هي بدلالة الاس، والاف للتي 2 هي أيضا بدلالة الاس، فإذا استبدلتهم وعوضت أيضا قيمة الاس، لأن أنا عندي قيمة الاس معلومة طلعتها، فإذا راح تصير الاف للتي 1 معلومة والاف للتي 2 معلومة. من يبقى عندي فقط مجهول المعادلة؟ راح يبقى عندي فقط قيمة البي، راح استبدل قيمة البي. طبعا الار ان 1 والار ان 2 هي بدلالة عندك هنا الاف للتي 1 تصير أيضا معلومة. فكلها راح تطلع لك المعادلة من عندها المعادلة البي يساوي 9624 نيوتن. نجي إلى نوع آخر من المكابح يسمونه مكبح الحزام البسيط، simple band break. تلاحظ الشكل مالته، هذا simple band break عبارة عن عتلة، هذه العتلة بها مفصل، هذا هو الأو، هذا مفصل الأو، نقطة ارتباط هي البي. هذا عندك عندك الجزء اللي هو يشي مثلي مثل عبارة عن حزام يعني سير أو قايش، هذا قايش عادة يستخدمون من الجلد. الغرض من عنده انه يسلط لقوة كبح عليه من على هذا الدرام يعني العجلة الدوارة. شو وقت اذا حركت هذه العتلة من نقطة السي سلطت قوة البي راح تؤدي لي الى عملية الرفع لهذا، فتؤدي لي اما الى توليد قوة شد، هاي قوة الشد مقدارها تي 1 وتي 2. تي 1 تمثل قوة الشد الاكبر اللي هي بالحزام الناقل، وتي 2 شو تمثل لي قوة الشد الاقل بالحزام الناقل. تلاحظ هنا اتجاه الدوران مع عقرب الساعة. اذا الان نسلط القوة البي سوت لي عزم حول الاو، هذا العزم حول الاو شو ولد لي؟ ولد لي هنا قوة توتر بالحزام مقدارها تي 1، وقوة التوتر الأخرى بالجزء المرتخي من الحزام تصير تي 2. الآن لو تبدل اتجاه الدوران، يعني اتجاه الدوران صار عكس عقرب الساعة، تلاحظ شنو راح يصير؟ أنا مسلط نفس القوة نحو الأعلى، شو راح يصير؟ راح تتبدل فقط قوة الشد، يعني راح تصير هنا أعلى قوة الشد هي تي 1، هذا يصير جزء مشدود، بينما هذا الشيء يصير جزء المرتخي. إذا معناته من يتغير اتجاه الدوران يتغير فقط موقع القوى، يعني وين تصير تي 1 وين تصير تي 2، هذا كلش مهم بعملية الحسابات. إذا مع اتجاه الدوران مع عقرب الساعة، فتلاحظ بداية الدوران راح تصير قوة الشد الأولى، إذا هذا مثل قوة الشد الأقل. ونفس الشيء هنا بداية الدوران، يعني كأنه بديت أنا من الدوران، وراح تصير هاي تي 1 وراح تصير هذه عندك تي 2، هاي لازم تحفظونها. الأبعاد الأخرى للعتلة هي عبارة عن الـ L الطول الكلي للعتلة من نقطة تأثير البي إلى الـ O، ونقطة التثبيت لهذا اللي عندك الحزام بنقطة البي هي البعد هي مقدار بي. زين، إذا الآن وضحنا هنا الزاوية الثيتا، طبعا هي تمثل زاوية اللف أو زاوية التماس اللي ما بين الحزام، يعني من الـ L إلى وصولا المل إلى نقطة الـ M، هاي تمثل زاوية الثيتا، هاي تمثل زاوية التماس العدم، والآري مثل هو نصف قطر الدوران. التيشي مثل هو السمك للحزام، يعني إذا أني ما أخذ بنظر اعتبار السمك للحزام، وراح يكون النصف قطر المؤثر عادة للدرام راح يزيد من مقدار الآر زائد التي على 2. ليش؟ يعني عندي نصف القطر هو آر، أضيف له نصف السمك مال الحزام، نص السمك مال الحزام، يعني أنا أخذ كأنه بنظر الاعتبار سمك الحزام اللي عندك من الجهتين، فاخذ كانه تي على 2. العلاقه ما بين قوه الشد الكبرى وقوه الشد الدنيا يعني تي 1 والتي 2 انا وجدتها بالمعادلات اللي تساوي لك الاكسبلانيشن للميو في ثيتا، وهي اخذناها في ماده نظريه المكان في المحاضره السابقه. تي 1 على تي 2 تساوي لك اكسبلانيشن ميو في ثيتا، او اقدر استخدم 2.3 لوج تي 1 على تي 2 تساوي لك ميو في ثيتا. عزم الكبح هو عبارة عن القوة الفعالة اللي تدور لي أو تولد لي الكبح، هي عبارة عن الفرق بين تي 1 ناقص تي 2 في نصف قطر الدوران. هاي شو وقت تستخدمها؟ إذا أنا هملت السمك للحزام، إذا أخذت من نظر الاعتبار السمك للحزام فقط راح أستخدم نصف القطر المكافي، يعني الآر إيكوفيلنت راح يكون عبارة عن الآر زائد التي على 2 سمك الحزام على 2. الآن لو أخذت العزوم حول نقطة الأو اللي هو المفصل اللي عندي الأو لحالة الدوران مع عقرب الساعة، حالة دوران على عقرب الساعة راح شو تصير؟ تلاحظ الـ P في ذراعها يمثل الـ L،
يساوي لي تي 1 في ذراعي يمثل البي. طبعا التي 2 ما لها عزم، ليش؟ انها تمر بنقطه الاو، فحفظت المعادله هذه. لو اخذت عكست اتجاه الدوران ناخذ كاونتر كلوك وايز، هنا عندك خطا بالطبع، كاونتر كلوك وايز للدوران مع عكس اقرب الساعه، راح شو تصير؟ يعني دوران عكس اقرب الساعه راح تصير البي في مقدار ذراعها تساوي لهاي التي 2 في مقدار البي، هنا التي 1 راح تمر بنقطه الاو فما لها عزم. هاي المعادلات اللي عندك. الال شو يمثل؟ قلنا يمثل اللينث اوف ذا ليفر، يعني طول العتله، الاو للسي، والبي يمثل بندكولار ديستنس، المسافه العموديه فروم او تو ذا لاين اوف اكشن اوف تي 1 اور تي 2، يعني تمثل هذه نقطه البي. نوت، ملاحظه، اف ذا بيرميسيبل تنسال ستريس، اذا كان اجهاد الشد المسموح به يعني السيجماتي فور ذا ماتيريال اوف ذا باند، يعني لماده الحزام المستخدمه، then the maximum tension، اعظم قوة شد in the band is given by، طبعا هناخذ T1 يعني على قوة شد، فT1 شو تساوي لي؟ عبارة عن الاجهاد في مقدار المساحة. هاي شو تمثل المساحة؟ يمثل مساحة المقطع للحزام عبارة عن مستطيل ابعاده هو W في T، ال W شو يمثل؟ العرض للحزام، والT يمثل هو السمك المن للحزام. ناخذ example، a simple band break operate on a drum of 600 مليمتر. إذن هنا عندي النوع هو الباند بريك، الأوبريت عند الدرام القطر مال 600 مليمتر من عند طالع الآر. That is running، يدور هذا بمقدار سرعة دورانية 200 RPM. The coefficient of friction، معامل الاحتكاك هو 0.25. البريك باند has contact of 270 درجة. إذن الآن عندي زاوية التماس الثيتا هي 270 درجة. One end is fastened to the fixed pin، احد النهاية طبعا للحزام هي مثبتة to the عندك هنا fixed pin، on the other end to the break arm، on the other to the break arm 125 ملم from the fixed pin. يعني انا عندي هذه كأنه هي الارم، لاحظ هذه عندك الارم، الحزام عندك الاول او جزء الحزام الاول هو مثبت لنقطة الاو، بينما الجزء الثاني يبعد مسافه مقدارها 125 ملم من هذا عندك المفصل الاو، هي بنقطه البي. المطلب الاول، وات از ذا فور، ما هو يعني قوه السحب او الشد necessary on the end of the break arm، على نهايه ذراع المكبح، يعني نقصد بها قوه البي، to stop the wheel، حتى توقف لي الويل، if 35 كيلو وات is being observed، اذا مقدار 35 كيلو وات من القدره is observed، يعني نص بعمليه الاحتكاك او مقدار القدره الممتصه بعمليه الكبح. What is the direction of this minimum pull، ما هي اتجاه هذه اقل قوه مطلوبه. المطلب الثاني، What width، ما هو العرض يعني W of steel band، اللي عندك هنا الحزام المستخدم هنا من نوع الستيل اوف 2.5 ملم ثيك، السمك مال التي هو 2.5 ملم، از ريكوايرد فور ذيس بريك، اف ذا ماكسيمم تنسايل ستريس، اعلى اجهاد قوه شد يعني سيجما تي از نوت اكسست 50 ميجا باسكال. زين، الان نبدا بالخطوات مالت الحبس. اني اول خطوه راح اطلع العلاقه ما بين قوى الشد، ليش؟ يعني عندي انا معامل الاحتكاك وعندي ايضا هنا زاويه عندك هنا التماس مطيقيه، فراح اقول 2.3 لوك تي 1 على تي 2 تساوي لك ميو في الثيتا، وتساوي لي الميو عندي 0.25، والثيتا احولها للراديان، يعني مطيني اياها 270 درجه، اضربها في باي واقسمها على 180 تطلع لي 4.713، واطلع من عندها قيمة T1 على T2 تساوي لي 3.25. طبعا تقدر تستخدم T1 على T2 تساوي لي exponential الميو في الثيتا، ايضا ممكن تستخدمها تعطيك نفس النتيجة. We know that the power observed، مقدار القدرة احنا مثل ما نعرف الباور هي شو تساوي لي؟ تساوي لي عندك التورك في الاوميجا. الاوميجا شو تساوي لي؟ 2 باي في الان على 60، هذه تمثل الاوميجا في التورك عندك البريك. انا عندي الباور معلومه، راح اطلع التورك يعني عزم الكبح المطلوب، من عنده عزم الكبح المطلوب راح يساوي لي
1667 نيوتن متر، احولها نيوتن ملي متر يساوي 1667 في 10 اس 3. اذا انا شو وجدت؟ وجدت العلاقه ما بين تي 1 على تي 2، وجدت ايضا هنا عزم الكبح. الان عزم الكبحان مثل ما عرفوا هو عباره عن 1667 في 10 اس 3 شو يساوي لي؟ هو يساوي لي تي 1 ناقص تي 2 في الار. الار معلومه لكن قيمه تي 1 ناقص تي 2 ما معلومه. اذا راح اطلعها من هاي المعادله تي 1 ناقص تي 2 شو يساوي لي؟ 5557. زين انا من المعادلات هاي تي 1 ناقص تي 2 تساوي لي 5557، والمعادله السابقه اللي هي تي 1 على تي 2 تساوي لي 3.25. اطلع اقدر اطلع وحده بدلاله الثانيه، يعني مثلا اذا ضربت وسطين بطرفين راح اعوض التي 1 شو يساوي لي؟ 3.25 في التي 2. اعوضها وين؟ بهاي المعادله. من عندها راح اطلع التي 2. من طلعت التي 2 انا ممكن اعرف التي 1، فراح تطلع لي التي 1 تساوي لي 8027 نيوتن، وقوه الشد الثانيه التي 2 تساوي لي 2470 نيوتن. تنتبه انه دائما قوه الشد التي 1 هي اكبر من قوه الشد التي 2. الان نجي ناخذ العزم حول الاو. نجي ناخذ العزم حول الاو. شو يساوي لي هاي البي في 750؟ يعني مثل طول الذراع 750 تساوي لي تي 2 في قيمه الاو للدي، وتساوي لي عندك هذه فقط اللي عندك العلاقه. خلينا نشوف هنا بالرسم. هاي البي في مقدار الذراع ماله تخطي التاثير للاو، راح اخذه انا هنا عندك للاو، هاي نقطه الاو، فراح يصير البي في 750. شو تساوي لي؟ منو اللي يسوي لي عملية هنا؟ تلاحظ الدوران مع عكس عقرب الساعة. فعكس عقرب الساعة هذه تمثل هي تي 1 وهي تمثل التي 2. هاي كلش مهمة. التي 1 راح تمر بالاو اذا ما لها عزم، فايش تبقى لي؟ فقط التي 2. التي 2 هنا انا لازم اخذ المسافة العمودية مع خط تأثيرها. اذا شو احتاج اني؟ هذا خط التأثير للتي 2، احتاج المسافة او دي. ليش؟ انها تكون متعامده مع خط التاثير، احنا قلنا دائما بالعزم لازم تكون القوه في ذراعها، ذراعها هو المسافه العموديه من خط التاثير للقوه المن الى المكان اللي تاخذ عليه العزم. انا اذا اخذ حول الاو فما يصير اني اخذ او للبي اضربه في التي خطا، فراح اقول التي 2 في المسافه العموديه وخط تاثيره هي عباره عن الاو للدي. زين، هاي الاو للدي احسبها منين من هذه العلاقه؟ هي عباره اول شيء راح اطلع اني هذه الاو للدي، انا اريد هاي المسافه او للدي. زين انا عندي كل هالزاويه ايش قد هي عندك؟ 270. هاي الزاويه 270. زين المتبقي من اطرح انا 360 كلها، اطرح ال 270 ايش قد راح تبقى عندك؟ تبقى 90 درجه، اللي هاي تمثل 90 درجه. 90 درجة اقسمها على 2 لان انا اريد نص الزاوية فتصير 45. اذا هذه 45 هذه ايضا الزاوية ايش قد هي صارت؟ الـ O D E هذه الزاوية الرأس مالها D هو ايضا 45. من عرفته هو 45 وانا عندي المسافة هاي معلومة كلها ايش قد هي؟ 125. 125 قسمها على 2 حتى تطلع هذا المقابل الى فقط اللي هي مسافة من الـ O الى العموديه اللي هنا لنقطه الاي، هاي تمثل هي 125 كلها تقسيم 2 تطلع لك الاو للاي، تطلع لي 125 على 2 فطلع على المقابل. المقابل عندك وعندك الزاويه يتمثل لك هنا عندك الزاويه اللي هي 45 وايضا هي زاويه هنا 45، فاقدر اطلع الاو بدلاله من؟ اما بدلاله الساين او بدلاله الكوساين. اذا بدلاله الكوساين راح اقول الاو للدي يمثل الوتر، يعني صار عندك هنا كانه نوضحها اكثر شويه. صارت عندك بهالشكل. هاي المسافه عندك كانه مثلث بهالشكل صار عندك. لاحظ هذا مثلث. الزاويه مالته هي كلها لين متساويه، فهاي الزاويه 45، يعني هذه الزاويه هي 45. مثلث قائم كانه، وايضا هاي الزاويه هي ايضا 45. زين؟ الوتر هو هذا الوتر اللي اريده اللي هو الـ O I D، هاي المسافه اللي اريدها انا، هذا اريد احسبها. زين انا عندي هاي المسافه، هاي نقطه E هنا، هاي المسافه E. زين هاي ايش قد الـ O للـ E؟ هو عباره عن 125، هذا كله المقابل للزاويه اللي هي 90 درجه، قسمه على 2 حتى يطلع القيمه المقابله ل 45، تطلع ايش قد هاي؟ فصار هذا 125 على 2.
الزاوية عندك هنا مثلا تريد الوتر، الوتر شو يساوي من هالحالة؟ يعني مثلا لو أخذت الكوساين، الكوساين شو يساوي؟ المجاور على الوتر. زين إذا أنا أريد الوتر، إذا أكيد راح شو يصير؟ هو كوساين الزاوية في مقدار مضروب المجاور، راح شو يصير؟ كوساين الزاوية 45 في 125. فصارت عندك الزاوية اللي عندك هاي تلاحظ طلعها، قال لك بأنه البعد اللي هو الأو للإي يساوي هو 125 على 2 ويساوي 62.5 ملم. الزاوية عندك الدي للأو هي 45 درجة، يعني قلنا كلها 90 وقسمها بالنص 45. إذا الأو للدي شو يساوي للأو للإي في السيجن؟ السيجن هو بالحقيقة واحد على الكوساين. واحد على الكوساين، يعني كأنه أنت قسمت الأو للإي، كأنه الأو للإي يعني الوتر، أنا أريد الأو للدي الوتر، شو يساوي الأو للإي على الكوساين، على كوساين الزاوية، على كوساين، فواحد على كوساين هو يمثل السيجن 45 وتساوي لك اللي هو 62.5 في جذر 2 تضربها وتطلع قيمة الأو للدي. إذا الآن فقط عندي هنا كانت أنه للدي هي تمثل لازم المسافة العمودية من خط التأثير للتي 2. أضربها وأطلع قيمة قيمة الـ V هنا راح تساوي لي 291 نيوتن. المطلب الثاني يريد العرض للستيل باند. العرض هو W وعندي السمك هو مطيني اياه ومطيني ايضا الاجهاد. انا مثل ما اعرف يعني انا ايش عندي؟ عندي مقدار القوة اللي انا عندك المسلط هاي تمثل لازم الـ T1. قلنا بالحسابات يعني قوة الشد الاعلى ناخذ الـ T1. قوة الشد هي عبارة عن الاجهاد مضروب بمن؟ في المساحة. قوة الإجهاد في المساحة، يا مساحة، مساحة طبعا هنا المقطع المل الحزام، فأعوضها السيجما التي عندك معلوم، الدبليو مجهول والتي مطيك إياه بالسؤال، من عنده راح أطلع قيمة الدبليو يساوي لي 64.2 والتي 1 طبعا أنا مطلعها منين؟ من العلاقات الأولية مثل التي 1 8027 نيوتن. عندك هوم وورك هذا لحالة الأولية اللي أخذناها للجزء الأول. وهوم وورك ايضا لحاله الجزء الاول عندك من الاسئله، وهذا لحاله الدبل عندك بريك، وايضا هنا لحاله الباند بريك مطيك هنا عندك هوم وورك. هاي الهوم وورك تحاولون تحلونها ان شاء الله. المحاضره الجايه اريد من عندكم تحلوا لي اللي هو السؤال الخاص بعندك الدبل بريك وبحاله الباند، هذا السؤال تحلوا لي اياه وتدزوا لي اياه على الكلاس. اوكي طلاب، انتهينا المحاضرة مالتنا خلصت، خلينا نشوف اللي عنده سؤال عن المحاضرة. اللي عنده سؤال يقدر يتفضل. يلا طلاب، اللي عنده سؤال استفسار ما فهم نقطة معينة يقول لي. ها واضح المحاضرة؟ العفو استاذ. تبارك. ايه بس عندي سؤال على الهوركات. هتتهمنا يعني هي اربعة بس مال الدبل والسمبل. هذني مال الدبل والسمبل، يعني مال الباند ومال الدبل، لان هذنيش اللي اخذها هي تكمل المحاضرة الاولى، المحاضرة الاولى هوم وورك فيها. اوكي؟ هسه اريد مال الدبل ومال الباند، هذا عندك الاخير سؤال اريد تحل. الانسر موجود عندكم تلاحظون الانسر مطيكم اياه يعني موجود، فانت تحل وتحاول تطلع نفس الجواب اللي عندك. تمام استاذ، بس عندي سؤال ولو هذي يعني انه عندنا وقت محدد للاسبوع الجاي عادي. الاسبوع الجاي. اوكي تمام. ان شاء الله. يلا منو بعد عند السؤال؟ زينب. لا استاذ. زينب ما عند السؤال. سجا. سجا موجودة؟ سجا وائل. وائل ان شاء الله استاذ ماكو سؤال. واضحه المحاضره يعني يعني
إذا إذا يعني معناته أكو فتشي. لا صحيح هو ذاك فتشي أكيد راح نجنزله. ها؟ ذاك فتشي. إن شاء الله راح أدز لكم عن الجزء الثاني شوفوا اللي عنده سؤال أي استفسار يقدر على الكلاس روم يراسلني أو فتشي أنا حاضر. إيه إيه إن شاء الله استاذ. إن شاء الله يلا طلاب الحضور سجل الإلكتروني إن شاء الله. شوف بس الماركات السنين. أي هذين السنين الأخيرات أريدهم. ايه يعني تنزلناها غير بالكلاس؟ طبعا هو راح انزلكم اياها كمهمة دراسية وانتم تحلونها وتدزوا لي اياها. خير ان شاء الله دكتور. يلا ان شاء الله، يلا مع السلامة. نعم.